مع دخول المجلس النيابي بمهلة انتخاب رئيس للجمهورية، كلام رئيس يستطلع النواب من خلال التصويت عبر موقع President-2014. توجهنا إلى مكاتب النواب بساحة النجمة، وأول محطة كانت مع النائب كاظم الخير، لكن كان في مشكلة قبل ما نفوت على موقع التصويت. أي حبيبي كيفك؟ مش الحال، عم نظبط الفترة بنفس المشكلة عندنا، أنت ما توقف هاي ما في خلاص لا هلا جاي. بعد اتصالات واستعانة بالتقنيين رجعت الانترنت بمجلس النواب وصار فينا نصوت. قمنا بشرح المعايير الخمسة المعتمدة للتصويت على الأسماء وآلية التأكد من هوية المصوت. فشو كان اختيار النائب كاظم الخير؟ أكيد بدي اختار مرشحين 14 أزار. الرئيس أمين جميل ده عم تحط لهم خمسة. مين هلا عم ناخد؟ حكيم. عم حط لهم كلهم خمسة. كلهم خمسة. الشيخ بطرس. بعد عندك اثنين. شو رأيك ميشيل عون؟ ميشيل عون شخص قيادي. طب حط له علامة. ولكن قيادي. لكن أنا اختياري الأساس بيكون لأشخاص من قوى 14 أزار. توجهنا بعدها إلى مكتب النائب حكمة ديب، وقبل البدء بعملية التصويت حزرته ما هيك؟ ما في انترنت كمان؟ ليه؟ أنا أتصل بالسيارة فضيحة هيك ما هيك؟ بمين رح تبلش؟ جميل على عون رجل دولة. رجل دولة نشأة وممارسة عصري وانفتح طبعا. ليش ما بتعتبره منفتح كتير؟ لا 4 على 5 بصير عندك حسب الأولوية 92 على 100 بتحط للجنة. نقصته انت ما تقول انه كتير في انحياز. بتحب تصوت دكتور سمير جعجع؟ ايه اكيد نصوت. شو راح تحط مؤسساتي؟ مؤسساتي يعني نحط له 3. بالمحصلة هيك اجت نتيجة تصويت النائب حكمة ديب اللي فضل المرشح الأساسي العماد عون على سائر المرشحين. قواعدنا الشعبية حيث أنا يعني أمثل بقضاء عبدة يعني في أكترية ساحقة تريد العماد عون.